بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. رتل عسكري تركي يدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وآخر يتوجه نحو مدينة عفرين. الدفاع المدني السوري يجلي نحو 20 عائلة من مخيم كويت الرحمة قرب عفرين في ريف حلب الشمالي بسبب الاشتباكات التي تشهدها المنطقة. قوات النظام تستهدف بقذائف المدفعية قرى تاديل وأتقاد والأبزيمو بريف حلب الغربي وكان صفرة جنوبي إدلب. أهالي مدينة جاسم شمالي درعا يبدأون حملة أمنية بهدف طرد أشخاص متعاملين مع تنظيم الدولة ومتهمين بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف في المدينة والمناطق المجاورة. صحيفة الاندبندنت البريطانية تنشر تقريرا تقول فيه إن تفشي مرض الكوليرا بات يهدد الملايين من السكان في سوريا ولبنان. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تؤكد أنها لا تقوم بتسهيل أو تشجيع عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين من لبنان إلى سوريا.